الصعاب إجمالية ديال اليدبول سنويا. عندنا واحد اليد عاملة اللي كتقدم 120,000 يوم عمل في الجهة ديالنا سنويا. وهذا الشيء ماشي سهل. ملي كنقولوا الحال راه هو وليداتو والأسرة ديالو والمحيط ديالو، يعني كاين واحد العمل كبير جدا اللي كيديرو. والصعوبة ديال تربية النحل، ما يمكنش تربي في واحد البلاصة وتبقى جالس وتجيب ليه ماكلتو بحال الأغنام بحال الأبقار بحال كذا. هذا واحد حيوان بسيط جدا اللي مذكور في القرآن وعنده قيمة عند الله تعالى وعندنا حنا كبشر مهمة جدا. الدورة ديال الوفاء راه كنجيو كنعرضو التدخلات ديال المديرية الجهوية، خصوصا التدخلات اللي كانت كثيرة في إطار ديال مخطط مغرب الأخضر، حتى هاد السلسلة هي كانت استفدت من عدة تدخلات، خصوصا بعض المشاريع ديال بسم الله الرحمن الرحيم. كنشكر الاخوان على الحضور ديالهم والتواجد معنا في الغرفه الفلاحيه، لان اليوم كاين يوم تواصلي ويوم دراسي حول المستجد لكيعرفوا وضعيه القطاع ديال الفلاحي في تربيه النحل. تربيه النحل اساسا اللي هي اليوم كتعرف واحد المرض اللي هو حتى واحد ما قدر يوصفه، والمناحل والتعاونيات حضروا معنا اليوم، حضروا في الغرفة الفلاحة مع الصدى الأعضاء والمكتب اللي غادي يحضر معنا اليوم، والبعد اللي هما اللي غادي يعطيونا الشروحات على هذا المرض. ونتمنوا ان شاء الله نخرجوا بشي نتيجه اللي غادر التعاونيات والمناحل واصحاب القطاع، لان الى ما شاء الله الشتاء سميتو خصنا نشوفوا الوضعيه ديالهم باش يداركها الغرفه الفلاحيه والقطاع الوصي لتدارك هذا المشكل، باش ان شاء الله هاد الناس ما يضيعوش، يكون عندهم واحد المستقبل ان شاء الله زاهر، وهذا ما يتمنى الجميع والحاضرون. أمور التحاليل الإخبارية 185 تحليلة مزيان، ما بينتش شي حاجة خطيرة، ولكن غادي نتصرفوا الإخوان باش نفهموا ما كاين شي حاجة اللي حنا ما خلصناش، لأن الجواب الرسمي ها هو، يعني كاين خبراء عيون لوفيس ديال المنصة ديال المكتب، وكاين أكاديميين، كاين بحث علمي، كاين كذا، وكاين تجارب اللي داروها الإخوان المهنيين، يعني تهما مكاسب، كيبحثوا وكيقلبوا، وهذا هو اللي جميل، أن الناس زعما كتبحث وكتحل تقلب على الإشكال باش تقدر توصل لي شي دواء يكون حقيقي مزيان فعال. حنا غادي نصنفوا الإخوان 185 تحليلة من أصل ما نعرفش شحال من خلية كاينة، ولكن قلتي لي ما بين ثلاث ولاد وثلاث سنين ويمكن في بلايص أخرين مزيان، نتمنوا هذا. دابا غادي نصنفوا الإخوان بالنسبة للدعم، الرقم الإجمالي راه باين، راه نشر الصحف، طريقة الدعم على حسب ما بين مسؤول في وزارة الفلاحة غادي يدار الدواء، غير الدكتور زكريا بان الصحة هي كدار على الأقل غير بلا فروة بعدا، لأن راه كاين في إشكال كل مرة كيجيو لك رسالات بان راه كاين شي أمراض هنا. بالي نور الدين رئيس الاتحاد الإقليمي لمربى النحل بتارودانت وكاتب الفيدرالية الجهوية لسلسلة تربية النحل بالجهة. هذا اليوم هو يوم تواصلي بالنسبه للنحاله في الغرفه الفلاحيه في جهه سوس ماسا، وهذا اليوم الدراسي الموضوع ديالو هو ظاهره اختفاء النحل او
بما الامراض المتواجده بالنسبه للقطاع ديال تربيه النحل اللي غادي يحضر فيه كل من السيد رئيس الغرفه والسيده المديره الجهويه للسلامه الغذائيه والمدير الجهوي للاستثمار الفلاحي. بالنسبه كمقترح بالنسبه لنا كنحاله يعني خاصنا يكون واحد الدعم اللي هو يكون داعم دائم بالنسبه للنحال للنهوض بالقطاع لحد النحل. كاين هذه الازمه وكاين واحد هذا الجفاف وهذا الشيء هذا الجفاف اللي كان بالنسبه للنحال يعني راه خاص يكون واحد الدواء اللي يكون دواء يكون جماعي يعني بالنسبه للدواء ديال لافاروا وتشرف عليه يشرف عليه المكتب السلامه الصحيه والنحال ياخذ تقريبا واحد 100% اي نحال عنده الحق خاصو ياخذ الدواء ديال المرضى ديال لافاروا لان الدواء الا ما كانش جماعي راه بحال ما درنا والو. وبالنسبه للدعم خاصو تقريبا يكون دائم يكون واحد الدعم ديال تربيه الملكات والدعم في اقتناء الخلايا الفارغه والمملوءه يكون واحد الدعم يعني انت اللي خاصك تاخذ عاد تجيب لهم شي سميتو باش يمكن لك تستافد في هذا في هذا الحويجه. 20 طلب 10 غادي يستافدوا كيفاش غادي يدار في المناطق اخرى كاين التواصل كاين طريقه التوزيع كاين توزيع الدواء ديال الفاروا اللي حتى هو فيه نقاش كبير كاين الاداره كتقول لك توزع واحد العدد كبير ديال كذا كاين بعض الاخوان ما عرفش العدد ديالهم واش 10 واش 20 واش 50 واش 10 يعني باقي كيقول لك مازال ما وصلنا نظرا لباش وخار واش وخار هذا كلام كثير اللي تا هو خصنا نهضروا بصراحه ولا بغينا نهضروا بصراحه خصنا نهضروا على راسنا اولا المنتج والمنظمه المهنيه حتى هي خصها تكون مسؤوله وتحل باب الجميع وحنا اللي كيهمنا في الاخر هو النحال. عبد الله يشيبي ممثل الغرفه الفلاحيه بجامعه سيدي واسي. اليوم عندنا واحد لقاء تواصلي مع النحاله ديال الجهه اللي حضر فيه الناس ديال لونسا والناس ديال المديريه الفلاحيه والنحاله وجميع المتضررين ديال النحاله اللي في الجهه. وكاينين تدخلات اللي هي كتصب في هذا الموضوع وانا التدخل ديالي انا على دوك النحاله اللي هما خارج التنظيمات اللي ما كاينين لا في الجمعيات ولا التعاونيات واش حتى هما غيستافدوا من هذا الدعم اللي يستافدوا من جميع التعاونيات والجمعيات اللي عندهم النحل في الجهه. وعلى هذا الاساس جيت باش ندافع على هذه الشريحه ديال المهنيين اللي هما خارج هذه التنظيمات. الحاله تعطيني وتعطيني وتعطيني سته ميساج تليفون واحد الرساله واضحه بان اذا غادي يكون شي دعم يكون في حويجات لي ماتريال وغادي يكون فيهم استدامه تعطيني النحل اليوم نمشي ليها في الدار على شي كذا يعني هذو ميساجات زوينين كيبينوا على حسن النيه ديال الجميع. ما بغيتش نطول عليكم يرفع يد حنا ديك الشهر ديك الكهرباء راه كنضع على هذا كاع ما تتنهر ولكن بنخلوا الاخوان سي زكريا سي الدكتور يعطي بعض الاجابات. اشترك الان في قناه اشواق تيفي وفعل الجرس ليصلك كل جديد وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تيفي جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.